أشرف بعد التحية. أشرف مراسل قناة النيل للأخبار، يعني ماذا عن الأجواء العامة لديك حتى هذه اللحظات؟ هل لك أن تنقل لنا الصورة فيما يتعلق بتطورات الوضع حتى الساعة؟ بالفعل أمل، برحب بك من مطار العريش. يمكن استقبل مطار العريش منذ ساعات الصباح الباكر العديد من الطائرات، يمكن طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها المئات من الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة لهذه الطائرة وهي تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، وهي على متنها مئات أيضا من الأطنان المساعدات التابعة لمنظمة الصحة العالمية. يمكن كان هناك وفد لمنظمة الصحة العالمية يعني تواجد في المطار خلال الساعات الماضية. في هذه الناحية سوف نجد الطائرة التي تغادر هذا المطار، هي الطائرة الإماراتية التي وصلت منذ قليل وكان على متنها يمكن المئات من المساعدات الطبية والغذائية. هذا بالإضافة ليمكن الدولة المصرية استقبلت على مدار 5 أشهر ماضية نحو 700 طائرة على متنها نحو 14,000 طن من المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات اللواء، يمكن تم تقديمها جميعا للأشقاء الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة عبر معبري رفح ومعبر كرم أبو سالم. نتحدث عن أن الدولة المصرية حددت 3 مسارات لدخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. المسار الأول هو المسار البري ويأتي من منظمات المجتمع المدني المصرية وبعض الجهات الحكومية، أما المسار الثاني وهو ميناء العريش، واستقبلت مصر العديد من السفن بالإضافة إلى سفن مجهزة كمستشفيات عائمة، يعني أبرزها المستشفى الإماراتي والمستشفى الفرنسي. أما في مطار العريش، هذا المطار استقبل يعني العديد من الطائرات، يمكن من نحو 50 دولة حول العالم، من دول في إفريقيا، من دول في شرق آسيا، من دول في أوروبا. الجميع يمكن حرص على مشاركة مصر في تخفيف هذه الحدة الإنسانية. هذا بالإضافة أيضا إلى يعني بعد إنزال هذه الحمولات يتم وضعها في هذه المراكز، هو المركز اللوجستي هنا في مطار العريش الدولي، ومن ثم بعد ذلك يتم فرز هذه المساعدات سواء كانت طبية أو غذائية أو مستلزمات إيواء، ومن ثم بعد ذلك وضعها على شاحنات تمهيدا لإرسالها عبر معبر رفح. يمكن أمل، على مدار الساعة الدولة المصرية تقدم كافة التسهيلات سواء لاستقبال المصابين، يمكن عدد من سيارات الإسعاف أيضا وصلت إلى مطار العريش تمهيدا لنقل عدد من المصابين عبر طائرات الإجلاء التي تأتي من مختلف دول العالم لنقل هؤلاء المصابين أيضا للعلاج في المستشفيات بالخارج. يمكن أغلب هؤلاء المصابين دخلوا إلى معبر رفح وتم نقلهم بسيارات الإسعاف المصرية ومن ثم إلى طائرات الإجلاء. يمكن دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، فرنسا أجلت العديد من الطائرات، وأيضا يمكن المطار أيضا مطار العريش سوف يستقبل خلال دقائق طائرة أخرى سوف تكون يعني على متنها المئات من الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية. لكن هذه هي الصورة داخل مطار العريش لاستقبال المزيد من المساعدات تمهيدا لإدخالها للأشقاء في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر أشرف مبارك مراسل قناة النيل للأخبار إلى مطار العريش الدولي. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة.